أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كما سبق وأخبرتكم، لم تعد بيدي حيلة. لقد بذلت قصارى جهدي ولم أتوصل إلى نتيجة. إن أمن حوتب يحبه كثيراً ولن يعزله أو يقوم بتغييره ولا بأي حال. إن لم يقم أمن حوتب بتنحية يوزرسيف من مسؤولياته، فسنضطر إلى تنحية يوزرسيف من الوجود. افعلوا ما تشاءون، ولكن إياكم أن تقحموني في ذلك. لا تقلقي سيدتي، نحن نعرف ماذا نفعل.
جناب يوزرسيف، لقد تلقف الأثرياء وأصحاب الرقيق قضية الضريبة المدفوعة سلفا بإيجابية. هذا بديهي، فمن كان يسعى وراء مصلحته لا شك أنه سيؤيد التسامح الضريبي، يدفع الضريبة سلفا عن سنة فيعفى من ضريبة سنتين. عالي المقام، هل ستفعل شيئا من أجل جمع الضرائب في المدن الأخرى أم لا؟ علينا أن نطلب العون من رفاقنا القادمين من زاويرة، سوف أتحدث معهم غدا في مكان العمل. أنا حتما أنا سوف أقوم بإبلاغهم. ما الخبر بناروس؟ رأيت أبوك الكاهن منذ بضع لحظات وكان في طريقه إلى السيدتي، فقمت بتعقبه. تكلم مع الحارس أمام القصر بإيجاز. هؤلاء يحكون خطة في رؤوسهم. أنا خائف كثيرا على حياتك. إنما ينبغي أن يخاف على حياته اثنان، امرؤ لا إله له يلتجئ إليه، وامرؤ قد بالغ في التعلق في الدنيا. عالي المقام، أنت لم تعد بعد الآن ولي نفسك فحسب، فأنظار الناس وأمالهم متعلقة بك. يوسف ليس شيئا، فالله لن يعجز عن إرسال عباد من أمثالي، فإن لم يكن يوسف سيكون غيره. أريد سيدة تي في أمر مهم. التحية على حاكم وآلهة جناب أمن حوتب. أنا أبحث عن رب قادر لا مثيل له ولا ند، بينما تقوم السيدة نفرتيتي باتخاذ عاجز مثلي ربا لها. عذرا، لقد قطعت عليكم راحتكم، فقد سمعت أمرا مهما لم أرى بدا من أن أعرضه عليكم. أنا أسمع. أخبروني الآن أن كهنة المعبد يترصدون بيوزرسيف لينالوا من حياته. متى؟ أين؟ كيف؟ أين يوزرسيف الآن؟ لا أدري تماما، لكني قد أخبرت أن الكهنة يحكون المؤامرات، قد تكون حياة يوزرسيف في معرض الخطر. وأنت من أين عرفت ذلك؟ نديمة السيدتي سمعت الكلام الذي دار بين والدتك وبين أبوك الكاهن. قولي ليوزرسيف أن يحضر إلي فورا. يا عزيز مصر، يوزرسيف الحكيم. تحية الله عليك، ما الأمر؟ أراك ملهوفة. جناب الحكيم طلب حضوركم عنده ويستعجلك في ذلك. هل حدث شيء؟ ألم يطلعك على الأمر الداعي للعجلة؟ لا، كان مستوحشا ومضطربا وصرخ في طالبا مني أن أخبركم. فلنذهب. يحيى جناب الحاكم أمن حوتب الرابع. سمعت أن كهنة المعابد يدبرون لك المكائد. لا، لم يحدث شيء بعد، قلقكم ليس في محله. نحن أيضا بين الحين والآخر نسمع أقوالا أو نشاهد تحركات مشبوهة لا تطمئن أبدا. فاليوم بالتحديد ذهب أبوك الكاهن لمقابلة سيدتي، وقد تكلم في حرم القصر مع أحد الحراس. أنا لم أسمع كلامهما، لكني على يقين أنهم إنما يدبرون شرا. هذا صحيح إذن، لقد كانت نديمة سيدتي هنا منذ قليل وأخبرتني أن المعبد قد قرر أن يعمد إلى الترصد بحياتكم بعد أن فشل في تنحيتكم عن مسؤولية إدارة أمور مصر. ألم أخبركم علي المقام؟ فعندما تم قتل كبير معبري المعبد منذ أيام، رأيت حدث جنائي زوير الأشرار ويدعى نينيفر كابتا، وقال لي بكل صراحة إنه يكمن ليوزرسيف. هذه الأمور لا تهم،
جل قلقي هو من عدم إمكانية تقدم الأعمال في جو مسموم كهذا، فبذلك سوف تنصب جهودنا على إحباط هذه المؤامرات بدلا أن تتجه نحو مواجهة القحط. أما أبي فلم يكن يزعجه من كهنة المعبد إلا طمعهم، وأما أنا فكافر بأمون ودين عبادة أمون. هذا الدين يجب أن يزول بأسرع وقت ممكن. يجب علي أن أقرر بشأن هذا الدين بشكل قاطع وصارم. قد يكون الأوان فات في الغد، لكن السيف الذي يستل من غمده قبل حينه قد يضع حياة صاحبه في الخطر. أدنى تحرك منا معاد نحو المعبد سوف يجعل الناس يثورون علينا. أضف إلى ذلك أن الثروة العظيمة التي يمتلكها المعبد سوف يستخدمها من أجل حشد الآلاف من الناس وتعبئتهم ضد الحكومة، وسوف يودي ذلك بحياة الآلاف من الناس. ألا ترى معي أنهم يتجسسون في قصرنا في وضح النهار ويحكون المؤامرات للنيل منك؟ فإن أمهلناهم سيوجهون إلينا ضربة قاضية لا يمكن تلافيها بأي شكل. إن استطاع جناب الحاكم أن يحافظ على هدوئه فإني أعرف طريقا للحل من شأنه أن يكون مقدمة للخلاص من مكائد الكهنة ومؤامراتهم. أنا أسمع، أريد الخلاص من مكائد الكهنة، أما كيف فذلك عائد إليك. بداية أود أن أطرح سؤالا على جناب الحاكم ثم أفصح عن طريقة مواجهة الكهنة. أنا أريد أن أعلم أولا أي رب يعبد جناب الحاكم. أنا أيضا لا أعرف الرب الذي تعبده. كل ما أعرفه عنه أن شغله الشاغل ليس ملء ذخائر المعابد كحال أمون، وأنه لم يتردد في إرسال رسوله يوزرسيف من أجل هداية أهل مصر وخلاصهم. بهذه الأوصاف التي قمت بتعدادها، هل يمكنني جناب الحاكم إذن أن أدعوكم إلى عبادة الله الواحد؟ لا حاجة، لأنني أنا الآن عاكف على عبادة الله الواحد. الله الواحد؟ أجل، الله الواحد، الله الذي يضيء نوره كل الوجود، والذي شملت ألطافه كل الخلائق على السواء، الذي استمدت الموجودات حياتها منه، به تؤتي الأشجار أكلها وينبت كل شيء. لا ينبغي لجناب الحاكم أن يصاب بالاهتياج، من المحتمل أن يصاب مجدداً بالإغماء. أنا أعبد الإله أتون، أعبد الإله الذي يستحيل الكون جامداً ذابلاً بمعزل عن وجوده. فهل قصدك من الله الواحد الأحد هو الإله أتون؟ لم أفهم ما ترمي إليه تماماً، فهل ما فهمته هو أن جناب الحاكم قد آمن بالإله الذي أنار الشمس وخلق جميع الموجودات؟ نعم، به وبرسوله. هل يمكنني إطلاق اسم أتون على هذا الإله الواحد؟ له 1000 اسم، واسمه في كل بقعة من الأرض يدعى باسم مختلف. يمكن لجناب الحاكم أن يدعوه أتون. أمن حوتب، أمن حوتب، أنا متنفر من هذا الاسم، كرهت اسم أمون، أنا أعبد أتون. من الآن فصاعدا سوف أدعو نفسي أخناتون. اسم جميل، عبد آتون، آخن آتون، أخنتون. سوف أعلن عن ديني منذ يوم غد، فليعلم الجميع أن أمن حوتب، لا، أخنتون، يعبد إلها واحدا لا يرى، وسأصدر الأوامر للجميع أن يتبعوا هذا الدين، وأن يبرأوا من الآلهة المتعددة غير ذات الروح، وأن يقوموا بتحطيمها. أنا موافق تماماً معكم على تغيير اسمكم ودينكم، لكن إجبار الناس على تغيير ديانتهم واتباع دين التوحيد لا أراه مناسباً في هذا الوقت. لأي سبب؟ لأنكم سوف تواجهون برفض الناس. الناس ما زالوا على حبهم لآمون، لكن إن عمدتم إلى الاكتفاء بتغيير دينكم فسيبدأ الناس بالتشكيك، فهم يعتبرونكم ابناً لله، ونفوركم من آمون سوف يضعضع عقيدتهم وإيمانهم به. بناء على ما تقدم فإن كهنة المعبد سوف يغضبون بشدة من تغيير دينكم. دون أدنى شك، أنا أقترح أن يتم تغيير الاسم وتغيير الدين ضمن مراسم ملكية، وأن تتم دعوة الناس جميعا للحضور فيها. سيتسبب ذلك بخوف شديد لدى الكهنة، إذ إن تغيير دين الحاكم سوف يقلل من عظمة آمون ويحط من شأن الكهنة.
في هذه الحال يجب أن نقوم بإلغاء معبد أمون في القصر، وأن تتبع السيدة دين عبادة الله الواحد، وبذلك نكون قد وضعنا حدا لنفوذ الكهنة الكبير داخل القصر. في هذه الحال سيتعاظم الخطر المحدق بجناب يوزرسيف، إذ إن المعبد يعتبره السبب وراء هذه الحوادث. لا تقلقوا، فالله سوف يحفظني. جناب يوزرسيف، سيحفظ الله رسوله، ونحن بدورنا سنحرس نبينا، فالله لن يعفينا من واجباتنا تجاه نبيه. لا تدعوه وحده أبدا، خصوصا عندما يخرج من القصر. حاكم مصر العظيم، الأشراف والعامة، أمن حوتب بن أمون الرابع ومرافقوه يدخلون. أليس اليوم موعد مراسم تجليل أمون؟ بلى، لكن لما هذه البساطة والضاعة في المراسم؟ اليوم هو يوم حيازة أمون إله أهل مصر العظيم على السلطة.
في هذا اليوم استطاع أمون أن يهزم إله أهل مصر القديم في مبارزة بالرعد، فأصبح هو أعظم آلهة مصر. أهل مصر يمجدون هذا اليوم في كل عام، ويقيم حاكم مصر مراسم دينية خاصة بهذه المناسبة، وهذا سبب وجود تمثال أمون في هذا المكان. أظن أن أمن حوتب لا ينوي اليوم أن يغسل تمثال أمون. لا بخور، لا غسل محراب، لا. كان ينبغي على أمن حوتب أن يلبس ثيابا خاصة. أجل، ويظهر الإجلال لآمون ويشطو على ركبتيه. أنا أعرف سبب نجواكم هذه، ثمة بضع أسئلة شغلت أذهانكم، وهي: لماذا لم ألبس الثياب الخاصة؟ لماذا لم أركع مقابل أمون وأضع البخور في النار؟ ولماذا لم أغسل محراب أمون بالدم؟ الجواب واضح. من الآن فصاعدا أنا لا أعبد أمون، بل أعبد الله الواحد الأحد. أعلم أن يوسف سيفعل فعلته. أجل، أنا أؤمن بالله الواحد، أنا أؤمن بإله السماوات. لا شغل لي بدينكم يا أهل مصر، فكل امرئ حر في اختيار دينه. ما الذي تقوله أمن حوتب؟ ما هذا الكلام؟ كفى يا أمي، كفى كلاما واجلسي. أيها الكهنة، أخرجوا هذا التمثال من هنا. قصر أخناتون لا حاجة له بأمون بعد الآن. أغلقوا معبد أمون أيضا. لا معبد في هذا القصر بعد الآن. أنا أكلمكم، قلت لكم أخرجوا هذا التمثال من هنا. لا. لعنة أمون عليكم، لعنة أمون عليكم. أمون لن يغفر لكم أبدا، أمون لن يغفر لكم أبدا. لعنة أمون عليكم، لعنة أمون عليكم. أيها السادة، القادة وأشراف مصر، من اليوم أنا أعبد الله الواحد الأحد، وبدلا من اسم أمن حوتب أصبح اسمي أخناتون.
عليكم تناقل هذا الخبر في أرجاء مصر. اسم حاكم مصر الآن هو أخناتون، وهو يعني عبد آتون الإله الواحد. إنما كان اسم أمنحوتب عندما كنت أعبد آمون، أما اليوم فأنا لا أعبد آمون. القصر الذي يحكم فيه الكفر لا حاجة فيه لآمون والمعبد. هؤلاء سوف يلقون جزاء كفرهم، لن يتحمل آمون كل هذا الكفر وكل هذا الإلحاد. من حوتب عليه أن يتوقع فاجعة عظيمة تحل به. أنا سوف أنتقم منه. يجب أن يبدأ منذ هذه اللحظة عملنا الحثيث والدؤوب، وإن لم نفعل ذلك فإننا لن نوفق في ادخار القمح كما هو مفترض. حضور جميع الإخوة هنا إنما هو إعلان عن الاستعداد. عليكم بالذهاب إلى مدن مصر وبواديها وأن تجمعوا لي المعلومات التي سأطلبها منكم، وعليكم باستخدام الموظفين والإسراع في جمع الضرائب وخمس المحاصيل المفروضة على الجميع كما سبق وشرحت لكم. خمس المحصول هذا يجب أن يؤخذ من كل الناس؟ كلا، بديهي أن الفقراء معفون من دفع الخمس. المسألة الأخرى أنه يجب معرفة عدد عوائل كل مدينة وعدد الأولاد والأفراد الذين تعيلهم هذه العائلات. يجب معرفة أصحاب المهن، المزارعين وأهل الصناعة في كل مدينة. وفي النهاية يجب معرفة عدد الأغنياء وأرقائهم وعدد الفقراء في كل مدينة بدقة. إحصاء عدد الأغنياء والفقراء في كل مدينة ليس أمراً سهلاً. أصلاً ما الفائدة من معرفة أمر كهذا؟ الأغنياء لا يعرفون إلا أمثالهم، لذا عليكم بالفقراء إذ إنهم يعرفون الفقراء أمثالهم ويعرفون الأغنياء. لا شك في أنه إذا حل القحط فإن كثيرا من الأغنياء سوف يتظاهرون بالفقر ليتملصوا من دفع الضرائب. أما نحن فيتوجب علينا أن نعلم الآن من هم الفقراء لكي نعينهم في زمان القحط، ومن هم الأغنياء الذين يتوجب عليهم الدفع مقابل الحنطة. تحيا السيدة زليخة. ما الأمر رودامون؟ لقد حدثت أمور لا ضير أن تعلمي بها. لقد أعلن الحاكم اليوم براءته من دين آمون وأظهر عبادته لآتون، وقد غير اسمه من أمنحوتب فأصبح اسمه أخناتون، وأمر أن يدعوه الجميع من الآن أخناتون. آتون هو الاسم الآخر لله الواحد، يعني ربى يزارسيف؟ لا شك عندي أن تغيير الدين هذا إنما هو من إشارات يزارسيف وإرشاداته. لكنني سمعت أن أخناتون تعني ابن الشمس. عبادة آتون يعتبرون الشمس مظهرا لله الواحد. كل ما يعاشر يزارسيف يكسب لونه وريحه.
من كان ليظن أن عبدا قد يصل إلى مقام يصبح فيه مصير أعظم إمبراطورية بين يديه؟ رودامون، هل رأيت يزرسيف مؤخرا؟ الأخماه وكهنة المعبد يرون أن هذه الحوادث هي بسببكم. خروجكم في هذه الأيام لا يخلو من الخطر يا علي المقام. جناب مالك، هل تعرف الأحياء الفقيرة في مدينة طيبة؟ أجل، كنت مشردا فيها لعشرين سنة. أنا أعيش في طيبة منذ 20 سنة أيضا، لكن لم أرى طيبة إلا مرتين حتى الآن، وذلك في طفولتي مع بوتيفار والسيدة زليخة. أراك قد قررت أن تزور الأحياء الفقيرة في مدينة طيبة. يجب أن أعاين أوضاع المدينة عن كثب، لكن لا تقلقوا، أنا أخرج متنكرا بغير زي، لن يتعرف علي أحد. من الأنف صاعدا علي أن أزور كل مزارع الحنطة، القطن، البردي، مقالع الحجارة والرقيق. علي تحصيل اطلاع كامل عن أوضاع مصر. لا تقلق، لن أدعك تذهب وحدك. فلنذهب مالك. أشراف هذه المدينة في رفاهية زائدة، علينا الخروج بحل لهذه المشكلة. عليهم أن يتنازلوا عن جزء من ثروتهم للفقراء. تشهد مصر منذ سنوات مديدة تسلط قوم مرفهين وركوبهم على أكتاف الناس. كيف تظن أنك ستتمكن من إزالة هذه السنة القديمة؟ سوف يعينني الله عليهم، لقد رسمت لذلك بعض الخطط. هذه الطريق تنتهي بسوق النخاسة وبوابة الشام. إنهن إماء مطيعات، هلموا إلينا، إنهن يجدن الطهو والعناية بالدار. اسمعوني جيدا، إنهم يعملون في خدمتكم سنوات طويلة. انظروا إلى هذا العبد، إنه قوي البنية.
3000 دبل. الحاكم بوتيفار عزيز مصر وقائد جيوش هذه البلاد عرض 3000 دبل. عبد قوي البنية يستطيع أن يجر المحراث كالثوب. قبل 20 سنة عرضتني للبيع على تلك المنصة. اشتراني بوتيفار 3000 دبل. هل تذكر ذلك يا مالك؟ أجل، لقد أعدت المال لجناب بوتيفار، لكن بعد عدة سنوات استطعت استرجاع جناب يوزارسيف. أنا أيضا سعيد كوني وجدت صديقي ورفيقي مؤخرا. فلنذهب. هل يليق بالمدينة التي يحكمها يوسف أن يكون الوضع فيها هكذا؟ لا عفى عني الله إن كنت راضيا بهذا الظلم. سوف أقوم بقلب الأمور حتى يصبح أشراف الناس أدناهم ويصبح أحط الناس أعلاهم مقاما، وحتى يتبدل الأعلى بالأسفل والأسفل بالأعلى، وحتى يستوي الفقير والغني. نحن نطالب أن نرسل يوزارسيف، ونريد أن نرسل من هنا. جئنا لنرى يوزارسيف، يجب أن نكلمه بشأن حقوقنا. سوف نلقاه. لماذا تمنعوننا من ذلك؟ سنبقى هنا حتى نراه. يجب أن نراه هنا. يجب أن نكلمه. يجب أن نراه. نريد قائمة. نريد لنا شكرا مع جناب يوزارسيف. سنرحل من هنا. نعم سوف نبقى. أجل. أنا منتظر هنا. يجب أن نسترد حقوقنا من الكهنة لاحقا. أين هي حقوقنا؟ لقد سلبها الكهنة. أجل سوف نبقى هنا. سوف نسترد هنا حتى يعود. نعم دعونا نحن نطالب بحقوقنا. نريد أن نطالب بحقوقنا. ماذا تريدون منه؟ سوف نرحل. نريد أن نراه هنا. الكهنة وسلب موعدنا. أجل لماذا تمنعوننا من لقائه الآن؟ يجب أن نراه. دعهم يتكلم هنا. لن تمنعونا من ذلك. لن نرحل. نحن لا نريد شيئا إلا خرقنا. لن نغادر من هنا حتى نراه. هو من سيارة. نريد أن نرى جنب يوزارسيف. لماذا تخافون من لقائنا به؟ أجل سوف نبقى هنا. سنبقى هنا ولن نرحل. نريد أن نراه هنا. نريد
نراه. نريد أن نرى يزرزيف. دعونا نرى. نريد أن نرى يزرزيف في الحالة. نريد أن نرى الكهنة والأرباب يبالغون في ظلمنا. أرجوك يجب أن نراه. يجب أن نراه حالا. دعونا نراه. سوف نبقى هنا. أجل سنبقى هنا حتى نراه. ولو من قوة لن نرحل. حسنا أنا أعدكم بأنني سوف أنقذ. من خط بناروس؟ من هو هذا الرجل؟ ميميسابو اهدأ. إنه خدش بسيط. لا تقلق. إن كنت بخير فأنا بخير. اهدأ. خذوه معكم إلى القصر. أيها الحراس أخبر الطبيب سينوهي أيضا. لم يكن هذا مصيرا جيدا يا نينفر كبتا. لقد حاولت جهدي لكني لم أستطع التأثير فيك. لقد طبعت الذنوب على قلبك ولم تكن قابلا للتغير. أنا آسف لعدم تمكني من هدايتك إلى طريق الصواب. ليت الأمر لم ينتهي على هذا النحو. خذوه إلى الغرب وتنوه هناك. أمرك مطاع. فلنذهب. شاكر جدا لك. لم أكن لأنجو اليوم لولا تضحياتك. افتداء نبي الله بالنفس يحتاج توفيقا لم أكن لائقا به. نحن ما زلنا نحتاج إليك. فأنا ليس لدي أنصار وأعوان غيركم. فهل تريد أن تذرني وحيدا بهذه السرعة؟ غاية أملي هو أن أقضي كل عمري كخادم لك وأكون بجوارك دائما. يحيى عالي المقام جناب يزرسيف عزيز مصر. تحية الله عليك. هل أصبت بمكروه؟ لا لا. جرحه عميق، لقد تحمل كثيرا، لكن لا داعي للقلق.
علي ببعض القطن النظيف والماء الساخن. مهما أمكنك فلا تقصر في علاجه. نمي سبو عزيز جدا على قلبي. علي أن أذهب للقاء أخناتون وأضعه في صورة ما حدث اليوم. وكيف لنا أن نثق أن الخطر لم يعد يتهدد جناب يوزرسيف؟ جناب يوزرسيف لا ينبغي له الخروج وحيدا، فهو في خطر. هذا صحيح، أنا سأرافقه لحمايته. نينيفر كيبتا إذن قد قتل؟ يعني لا شخص بين كهنة المعبد وأتباع أمون يمكنه أن يخلصنا من شر هذا الكافر ويقضي عليه؟ إنه يتحكم بالأمور أكثر يوما بعد يوم، ويأسر قلب الحاكم أمن حوتب أكثر فأكثر. أمن حوتب الأبله قد سلمه حتى زمام نفسه، وأصبح لا يشرب الماء قبل أن يستشيره. أنا أعرف أحد ضباط القصر الذين يمتلكون الشجاعة لذلك، لقد وعدني أن يعمد في أول فرصة إلى مجازاة يوزرسيف الطامع بالحكم. وهل هو لائق لتنفيذ المهمة؟ أجل، تعلم ماذا يحل بنا لو انتشر الأمر أننا كنا على علم بمحاولة قتل الحاكم ويوزرسيف؟ لا تدع إثباتا في يدهم، عليك بتدمير الإثبات. تقصد أن من يقدم على قتل يوزرسيف أو أمن حوتب يجب أن يقتل؟ هذا أفضل من أن نخوض حربا غير متكافئة فنهلك فيها ويهلك معنا الآلاف من أهل طيبة. ألا يمكن أن نخرج فكرة القتل من رؤوسنا؟ أحمق، نحن نخوض حرب وجود معبد أمون ودين عبادة الإله أمون. يوزرسيف عدوي وعدوك، إن لم نقتله فسوف يقوم بالقضاء علينا. إن قتلنا يوزرسيف سيأمر الحاكم بقتلنا، عندها ماذا نفعل؟ يا أمون العظيم، اقضي على أعدائنا، لا تدع غريبا كافرا يتسلط على رقابنا وأمورنا، لا تدع إله يوزرسيف العاجز والمنكسر أن يتسلط عليك وعلى سائر آلهة مصر العظيمة. أنا أقترح عليكم أن هذا الوقت ليس مناسبا لاتخاذ أي خطوة باتجاه المعبد، لأنه سوف يقتل الكثير من الناس الأبرياء، ولن تستطيع بذلك أن تقضي على نفوذ معبد آمون. وليس عليك أن تقلق بشأني، فهم لن يستطيعوا النيل مني. بلغت الوقاحة حدها، لقد أرادوا النيل من حياتك، لا إثبات لدينا، لكني لا أشك أنه من تدبير المعبد. لقد صبرنا على الوشاة والعيون وتدخلاتهم، فبدأوا بالمكر بنا وتدبير المكائد لنا. صبرنا على مكرهم ومكائدهم، فبدأوا ينفذون خططهم للنيل منك. فما أدرانا أنهم لن يخططوا للنيل مني غدا، وإن أمكنهم أن ينالوا منك بسوء فسوف يقضون علينا. إن كانت رغبتكم هي النيل من ألخماه والكهنة فيمكن تحقيق ذلك بسهولة، ومنذ اليوم إن أردتم إنهاء عبادة الأصنام والدعوة إلى عبادة الله الواحد فعليكم بالصبر، فالناس لا يمكن أن يتبعوا الدين تحت حد السيوف. إن أمكن لجناب الحاكم أن يصبر حتى يحل القحط فسوف يشهد بمشيئة الله وإرادته هلاك أمون والمعابد والكهنة. كما تريد، حيث إني شديد الثقة بك فسوف أصبر. ما قضية عزمكم على السفر؟ سمعت أنكم تنوون السفر. لقد قررت أن أستطلع شخصيا جميع مدن مصر وبواديها لأشرف عن كثب على أعمال بناء المخازن وعمليات ادخار القمح. رغم أن فراقك صعب علينا، لا خيار أمامنا، علينا أن نوافق على ما قد عزمت، فأنا أعلم أن قرارك صائب.
أنا أبحث عن إقامة العلاقة مع الناس وجذبهم إلينا، فإن شعر الناس أن الدولة منهم ولهم فسيثقون بها. أرجو أن أتمكن من إقامة هذه العلاقة لنستطيع بذلك إقناع الناس وترغيبهم بادخار القمح وزراعته بكثرة. مر علي قبل أن تنطلق. حتما جناب الحاكم.